السلام عليكم الاخوان. هذه المره غادي نشوفوا واحد جوج ديال الاشياء، هي المسافه بين المحاور ما بين المحاور ديال الالواح الشمسيه، وكذلك الربط بينهم، يعني لونتريكس وانتركابلاج دي موديل فوتوفولتايك. هنا غادي نشوفوا اولا ديمونسيونمون دو لونتريكس اونتر دو كابتور. اذا كما كتلاحظوا هنايا، هنا كاين عندنا شويه ديال الهندسه ولا لا جيومتري ولا اللي كنسميوه لانتراكس، هو هذه، هو دي زائد زائد بي. اذا لاحظوا راه عندكم هنايا واحد القاعده ولا واحد الفورمولا هي هذه، ولكن نتوما بلا ما تهرسوا راسكم بهذا الشيء. اللي بغا يزيد فعلا يتعمق، راه غادي ندير نعطيكم واحد لوليان، لوليان ديال واحد لوغيد اللي كيهضر بزاف، اللي كيتعمق في هادشي. اذا كاين عندنا مثلا، حيت كيكونوا عندنا لي بانو او الالواح في واحد يعني السطح مستوي، اذا بحال هادي كنطبقوا هاد العلاقه. او لا كاين بعض الحالات فاش كيكون شي دوني بلي بحال هكا، فاش كتكون بحال هاد الطلعه، اذا هنايا المسافه غادي تكون اقل. على العموم يعني غادي نعطيكم تلخيص ولا ملخص، هضرنا في الدرس اللي قبل في لورينتاسيون مع هذا، لان على حساب حتى الشمس، ولكن في الغالب حنايا لورينتاسيون كنديرو لورينتاسيون في الاتجاه ديال لو سيد، اي في الاتجاه ديال الجنوب. وفاش كنديرو في الاتجاه ديال الجنوب، الا بغينا باش معمر الظل ديال هذا يقيس هذا البالون اللي موراه، كنطبقوا هاد القاعده هادي. كتشوف شحال عندك هنا في هاد الارتفاع، ماشي الارتفاع من الارض، غير الارتفاع من المستوى ديال، لاحظوا المستوى ديال اللوح الشمسي. لان هاد الارتفاع هذا كنضربوه في ثلاثة باش ما عمر يعني الظل ديال هذا يقيس هذا. هاد الخطا انا لقيته بعده تراكيب، ما نعرف هاد التقنيين واش كياخذوا بعين الاعتبار هاد الشيء اللي كنقول ولا لا، ولكن ما نعرف واش عن قصد ولا عن غير قصد. المهم هو ان تلقى بزاف كاين اللي تيخليو واحد المسافه قليله ضعيفه، بمعنى ما كيمشي داك الظل حتى كنوصل وسط النهار. اذا بمعنى هذاك الصباح ولا العشيه تيقدر ما كيستافدش، يعني هذيك التركيبه ما كتستافدش من الكافي ديال الشمس اللي كيكون في النهار. اذا كما قلت لكم هنايا كناخذوا قلت لك هذه المسافه هذه اللي هي اش لا لا تير، هذا ديسونس بين بيناتو بين هذه مع هذه، خصها تكون ثلاثه د المرات هاد لا تير. مثلا الا كانت هنايا من هنا حتى لهنا متر واحد كنعبروها، الا كانت متر كيخصنا نديرو ثلاثه د المتر هنا كما كتلاحظوا، باش الاشعه الشمسيه مع مرات تعطي الظل لهاد البانو ولا هاد اللوح اللي هو اللي تيجي في الخلف ديال هاد الصف الاول. كما كتلاحظوا دائما على حساب بطبيعة الحال حتى ديك لانكلينيزون ولا الميل. اذا الا كنا درنا بحال 30 درجه في الغالب تنخليوه بحال هكا مزيان، وهي لا ديسونس احسن حاجه هو كنخليو كما قلنا ثلاثه د المرات. واخا مثلا في الفصول ماشي بحال فصل الصيف، ممكن فصل الصيف الا درناها مثلا غير جوج المره لا هوتور ما عمرهم تيتقيسوا، ولكن في الشتاء او لا في الخريف ولا هذا، الا ما درتوش هاد ثلاثه المرات هاد لا هوتور ولا هاد الارتفاع، راه غالبا بعض المرات راه كيقيسوا لكم هذا، يعني حتى كتوصل ديك ربما 9 10، والظل كيكون قيس على حسب كل ما ضعفتو، يعني كل ما نقصتو من هاد المسافه هذه كل ما كيخصك واحد المده زمنيه باش ما يبقاش هاد الظل ديال هذا كيغطي اللي موراه. انا راه عندكم هنايا على حسب كلاس لو سيد، لو سيد هنايا الوسط الى اتجهتو في اتجاه ديال الشرق. هنايا خديت واحد المثال اللي درناه واحد التركيبه بحال هذه،
درناها في السطح وحاولنا طبقنا نقيس ديك المسافة، خليناها بحال دابا من هنا تقريبا هاد الارتفاع فيه شي متر، تنخليوه هنايا 3 متر بين هذا ومع هذا. وكما كتلاحظوا هنايا واحد متر، لا هما شوفوا الظل مزيان هنايا، الظل ها هو بعيد يعني مازال واحد المسافة ما تيقيسش يعني الظل ديال هادو، يعني هاد الشيء كله كيدار بلي النورم ولا بالقواعد ديالها. هاد الشيء اللي خصني المهم. و دابا الكابلوج، بالنسبة للكابلوج كي هادي بزاف ديال ليزانسطالاتور تيديرو هاد الخطأ، و لقيتها في عدة هذا هو نظر. هادو كاين اللي تيدير مثلا كيكون عنده 2 صفوف ولا 3 كيمشي النيت بحال هكا اون سيري، ويمشي لهذا عاود نيت بالكابل بحال هكا وعاود يسير. دونك كتبقى عندكم واحد المساحة راه فيها واحد اش كنسمي واحد الحقل المغناطيسي، وهذا الحقل المغناطيسي يعني اللي سلبي فيه هو في لي فودر، يعني بالنسبة لي فودر هما البرق راه يعني تيقدر يحرق لكم هادو، لأن كيتجبد كيكون واحد السير طونسيون اللي كتقدر دير مثلا واحد السيركوي، وكتعرفوا بطبيعة الحال السيركوي ديال البرق راه تيكون جد مرتفع وتيخرج على شحال من واحد، يعني راه كاين فعلا كاين ديزاكسيدون اللي وقعوا في بعض ليزانستالاسيون ولا في بعض التراكيب. لهذا من الأحسن هادو كما كتلاحظوا راه عندكم هنايا، غادي نعطيكم لو ليان ديال واحد لو كيد باش تبقاو تطبقوا داك الشيء لو كيد. انتم لاحظوا هنايا سي موفين بطبيعة الحال، وهنايا لو ميو هو يمشي هاد السالب مع الموجب تيمشيو كوت كوت. شوفوا المساحة هنايا ديال داك المساحة ديال هذاك الحقل المغناطيسي كنولو تنصغروها بزاف مكتبقاش كبيرة. إذن هذه هي الطريقة. وكاين حتى بالنسبة لهذا فاش كنزيدو حتى ديال الأرضي السلك الأرضي تا هو الطريقة. أنا غادي نعطيكم واحد لوليان إلا بغيتو تزيدو تعمقو شي شوية في هاد الشي. والسلام عليكم. وهذا الشيء خصكم تاخذوه بعين الاعتبار، بزاف ما تاخذوش بعين الاعتبار. لاحظت ان لي بروتيكسيون بزاف، يعني كاين اللي دابا تيبغي يلبي الرغبه ديال لو كليون كيطلب له الرخاء خصو يكون رخيص، اذا باش يقتصد مثلا في الاسلاك، لان عواد لاحظوا معايا باش يدير هذا الطول كله ديال السلك، والسلك دي سي ماشي اي سلك، راه لقيت ديزانستالاسيون تيديرو فيهم لي كابل الكتريك، ولي كابل الكتريك اللي خصو يكون مثلا يكون مكسري كنلقاوه دايروه هنايا على برا، وبطبيعة الحال كضربو الشمس ولا هذا كيترتق تيولي داكشي تيدير لكم ضارة قصيرة ولا الكور سيركوي. إذا من يستحسن كما قلت لكم واخا شوية هاد الأسلاك ما كتقتصدوش، لأن بحال هنايا راه مقتصد هادشي عندكم، ولكن راه كيكون واحد الريسك ديال لي فودغ أو لا ديال البرق. يا السلام عليكم إلى الدرس المقبل إن شاء الله.